السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بعد العطلة اللي دامت تقريبا شهر وما عملناش تقريبا مقابلات مع شباب وشابات من شمال إفريقيا، اليوم عندنا مقابلة خاصة مع الأخت رانيا. أهلا وسهلا رانيا. أهلا وسهلا أخي كريم. أهلا وسهلا. تنجمشي معناتها تعطينا فكرة على شكون هي رانيا بصفة عامة، باش ناخذ فكرة باش المشاهد يعرف شكون هي رانيا وياخذ فكرة عليها. تفضل. رانيا شابة بسيطة جدا، مهاجرة من الجزائر، وكما كل الشباب يعني المفكر تحب الحياة، تحب تعيش حياتها وما تحبش عادات وتقاليد المجتمع تاعنا، تنكرها لأنها هذه العادات كيفاش نقول لك تحطم المرأة وتعاملها على أنها نوع ثاني من البشر. أنا متحرة من طفولتي وأني عايشة حياتي، يعني جميع ما يحصل في المجتمع الإسلامي ما عادش يعني يهمني أبدا. إذا نجم نقول أعطينا قديش عمرك ساعة باش نعرف؟ عمري 23 سنة. 23 سنة، معناتها العائلة نتاعك يعني عائلة متدينة، عائلة مش متدينة؟ أعطينا فكرة عن العائلة نتاعك. الأم متدينة لكن الأب ملحد. عندك الأب نتاعك ملحد. وي. أما الأم نتاعك متدينة. إيه. هذا معناتها ساعدك كثير أظن، أنت ما تعرضتش يعني انت في الصغر نتاعك يعني ما تعرفتش الضغوطات في التربيه نتاعك، يعني انت متحره من الصغرى. وي متحره من الصغر. ورغم هذاك الشيء يعني ما قررت ان تغادر الجزائر، شنو هي الاسباب اللي خلتك تغادر الجزائر؟ اسلامويه الشعب وتطرفهم ناحيه الدين. تصور يعني في منطقه في الجزائر اللي كنت نعيش فيها جميع البنات في عمري واقل مني محجبات، لو ترى مرأة غير محجبة في الشارع نادرة من النوادر، أصبحت نادرة أنك ترى مرأة غير محجبة في الشارع. الكبت مجتمع مكبوت، مجتمع متأسلم ومتأسلم بدرجة قصوى، يعني ماشي متأسلم مشوية ومتحرر، لا. الهوس الديني قاعد يزيد كل يوم في المجتمع الجزائري إلى الآن. مجتمع مغلق من كل الأجيال، كما نقول الجوانب، لأنه إحنا السياحة ما عندناش منذ السبعينات، منذ الحرب الأهلية كانت في السبعينات موجودة لكن توقفت من الثمانينات. مجتمع عايش كما نقوله بين أربع حيطان في إطار مغلق، لا يرى العالم، لا يلتقي بالناس. ولكن سامحني يا رانيا، يعني إحنا نعرف اللي الجزائر يعني مرت بمرحلة يعني متاع السنوات الجحيم، مش منقوله سنوات الجحيم في الجزائر والإرهاب وكل شيء، ورغم هذاك الشعب الجزائري مازال متمسك بالفكر، معناتها المنحط انسانيا واصبح اكثر تشوق للدين. انت تنجمش تفسر لي علاش الشعب الجزائري رغم اللي معناتها مر بفتره ارهاب يعني عظيمه جدا يعني تقتل فيها مئات الالاف، علاش الشعب الجزائري مازال متمسك بالاسلام الغير متسامح، الغير إنساني، بالإسلام نسميه أنا الإسلام العروبي؟ السبب بسيط جدا، أنه في التسعينات كانت حركة سياسية داخلة على الجزائر في هذاك الوقت، منذ الثمانينات الأموال التي تتدفق من السعودية والمساجد التي تبنى كل سنة، كل ثلاث سنوات في مسجد يبنى في جميع مناطق الجزائر. هذه الإيديولوجية جاءت في التسعينات كحركة سياسية. في الأول الشعب كان شعب عادي بسيط، مثلا أنا ماما وصديقاتها أو عائلتها عمرهم ما تحجبوا، حتى جدي يعني كان متدين بسيط، يعني الجيل تاع جدي وجدتي متفتحين نوعا ما، لم يكونوا إسلامويين، كانوا ناس بسيطة جدا، لا تؤمن يعني بالحجاب وباللحية وبتزمت في المسجد، وكما نقولوا يعني
دخل وقت في شؤون غيرك، هل أنت رحت تصلي أو ما رحت تصلي؟ يعني هل الإسلاموية التي جاءت في التسعينات كحركة سياسية تغلغلت في المجتمع، أصبحت حركة اجتماعية وثقافية، الحركة السياسية فشلت لكنها نجحت في عقول الناس مع الأسف الشديد. إذن أنت معناتها تحكي على الإسلام متاعنا متاع شمال إفريقيا اللي كنا نعرفوه قبل، معناتها الإسلام اللي في تونس في السبعينات والستينات ولا حتى في عهد فرنسا، يعني الإسلام المتفتح. والإسلام هذا الجديد اللي جاء حسب رأيي، معناتها أنت قلت معناتها فشل سياسيا ولكن نجح اجتماعيا، هذه فكرة معناتها جدا مهمة. شنية الأسباب اللي يخلي المجتمع الجزائري أو حتى الشمال الإفريقي، احنا من نخصوش كان الجزائر في المسألة هذه، احنا نعرف ان شمال إفريقيا عندنا إسلام متفتح، عندنا إسلام يعني متسامح، عندنا إسلام يؤمن بالحرية، ما تدخلش نيفك في معناتها امور الناس الاخرين، وجانا هذا الإسلام اللي معناتها يحب يفرض وجوده بالقوة، واللي هو بعيد كل البعد على الطبيعة نتاعنا احنا كشمال افريقيين. واحنا نعرفوا اللي الشعب الجزائري هو شعب يعني عنده كرامة وعنده عزة، كيفاش وصل؟ شنية الحاجات اللي خلاته وصل؟ فهمت؟ يستعبد من طرف هذا الإسلام الشرقي العروبي اللي جاي من الشرق الأوسط. الأسباب هي لأنه الأرضية كما نقولوا تاع الشعب تاع عقولهم، ثقافة كانت موجودة من قبل، اللي هي أولا كانوا يعني ثقافة إسلامية، أول شيء دينهم الإسلام. إحنا يعني في منطقة القبائل اللي هم أمازيغ أحرار، يعني يتكلموا فقط الأمازيغية، كانت موجود عندهم حرب دامية في التسعينات، وفيهم سلفيين أكثر من المناطق المتكلمة بالعربية في الجزائر. يعني كنا نتكلموا أمازيغ لا يعني أنهم غير مسلمين، لا، في أمازيغ في الجزائر وفي تونس وفي المغرب متدينين وسلفيين أكثر من في المناطق الأخرى، هذه يعني قوس فقط. هو يعني الخلفية كانت سامحة، يعني خصبة للأفكار، هذه الأفكار الوهابيين. أرضية يعني أولتها الجهل، لأنه فرنسا كما كانت عملنا معهم سياسة تجهيل ونجحت فيها أكيد، لما خرجت فرنسا في إحصائيات تقول أكثر من 90% من المجتمع الجزائري أمي، يعني حتى الكتاب والقراءة ما يعرفهاش. الجهل، الخلفية الإسلامية على الأقل يعني البسيطة هذيك على الأقل يعني موجودة، حتى يعني في مناطق أخرى في العالم لما يكون في إسلام يمكن أنه يصل إلى التطرف لو تمول من أموال خارجية. نعطيه مثال بالتركيا وإندونيسيا. هذا هو أنا في نظري عوامل الخلفية الثقافية الإسلامية وعوامل الجهل. يعني حسب ما فهمت قولك إن الإسلام حتى المتسامح المتفتح يمكن في يوم من الأيام يتحول إلى خطر لو معناتها هناك الإمكانيات الإعلامية والإمكانيات المادية، يعني المسلم العادي يمكن يتحول إلى مسلم يطبق الشريعة وإرهابي. أوكي، هو في درجات، يعني يطبق الشريعة وإرهابي يعني بيناتهم خطوات، لكن هي نفسها يعني مثلا الشخص يكون يعبد الله بينه وبين إله وما يحوس على حتى بني آدم، صليت ولا حجبت ولا ندبت ولا يعني لا تدخل روحك في شؤون غيرك. هذا الإنسان البسيط يعني العادي، هذا في وقت السبعينات كانت المساجد خالية لأنه كل واحد كان يدين مع نفسه يعني. لكن كي بدأت تجي الحركات هذه الإسلاموية بدأت تملى المساجد وبدأت تسمين في عقول الناس، والاكتضاض السكاني ثاني يعني دافع كبير لانتشار هذه الحركات، لأنه يجيبوا كتير أولاد ويرميهم للشارع، وفي الشارع ماذا يوجد؟ يعني أكيد يوجد السلطة الدينية والديكتاتورية، يعني الفقر يؤدي إلى يعني يؤدي إلى مشاكل كثيرة في المجتمع، اللي هي تدين مثلا. التدين هو أنا في نظري من نتائج الاكتضاض السكاني والديكتاتورية. يعني الإنسان يعني يعود لا يوجد مجال في الحياة، يعني أين يذهب؟
يعني ما عندوش خيارات. هنا نرجع النقطة مهمة إن السياسة الجزائرية سياسة الجنرالات هي مساهمة في أسلمة المجتمع الجزائري يعني بطريقة نجم نقوله احنا غير عادية، يعني غير عادية وغير متسامحة، معناتها غير متسامحة معناتها كما نعرف احنا الإسلام بتاعنا يعني القديم. يعني نتيجة أول حاجة إنه بعد ما يسمى العفو التشريعي والسماح للجماعات الإسلامية للعودة والعيش، وهما طبعا صحيح تخلاوا على السلاح الفعلي، ولكن ما زال عندهم السلاح الفكري لأسلمة المجتمع الجزائري، وخذوا إذن من الدولة إنهم لهم الحق أن ينشرون أفكارهم. فهمت؟ يعني هنا هل الدولة الجزائرية أو الحكومة الجزائرية مساهمة في هذا الشيء؟ وخاصة سمعنا اللي الجزائر في عود تبني مستشفيات ومدارس، يعني الحكومة بانية أكبر جامع في العالم أو في شمال أفريقيا، غير بش فهمت تغلب المغرب أو عندها أهداف أخرى ولا حاجة. يعني بناء المساجد الآن في الجزائر متواصل وبدعم حكومي. شنو رأيك في المسألة هذه؟ أكيد هي الدولة، هي دولة دينية طبعا في نوعا ما، في دستورها ماخذة جل دستورها الأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية. الجزائر وجميع الدول العربية نفس الشيء، يعني نفس الدستور. يعني احنا شوية أقل، يعني مثلا احنا ما ماخذين كثير أشياء من فرنسا، لكن في أحوال شخصية زواج والطلاق والميراث ومانيش عارفة، يعني أهم الأشياء يعني اللي تخص الفرد وفرديته وحريته كمواطن مأخوذة من الشريعة الإسلامية. والدولة أكيد يعني هي دولة وطنية ليست دولة ملكية أو شيء، لكن ماذا يعني تنتظر من الديكتاتورية؟ أكيد هي كل ما يكون الشعب أكثر جهلاً، هي تحب تجهل الشعب، تحب إنه الشعب يكون جاهل وإسلامي لكي تبقى في السلطة، لأنه لو كان الشعب واعي ومثقف خلاص يعني راح يجي يوم يدور عليهم الشعب وينتفضوا، ويتحب تخلي الشعب جاهل. نعم الدولة تساهم في هذا أكيد. يعني حسب رأيك يعني الدولة مساهمة في أسلمة المجتمع الجزائري، يعني أكيد. حسب رأيك يعني هي مشاركة بش تنجم التعليم صح. مثلا في التعليم نعم تلعب دور كبير في المدرسة، أهم درس يعلمهن هو الشريعة الإسلامية منذ الطفولة، يعني من الصف الأول للأخير مادة مفردة عليك. تنجمش تحكي لنا معنتها احنا شفنا معنتها كيما المجتمع الجزائري ماشي كثير نحو معنتها كيما قلت لي انت في المنطقة بتاعك الكل متحجبات، كيفاش ينتقل العدوى متاع الحجاب حسب رايك؟ يعني هل يتم مضايقة المرأة الغير متحجبة لإجبارها على لبس الحجاب أم عن طريق الإقناع؟ أكيد تحرش، هي أم أصلا تحرش موجود فيهم حتى مع المحجبات، لكن مع غير المحجبة يعود يعني دوبل يصبح مرتين، يعني التحرش يصبح كبير جدا كده مش متحجبة. يعني المرأة تجبر، يعني أكثر اللي لابسين الحجاب ما همش عن اقتناع وإنما لكي لا يتعرضون للتحرش والمشاكل في المجتمع. أكيد يعني أنا في الشارع كي نمشي مثلا ما تمشيش 10 دقائق وفي تحرش، يعني طريق كله بقى في الشارع كمرأة في الجزائر كله تحرش، تتحرش يعني تحرشوا بيك في اليوم 10 مرات أو إيه لفظيا حتى، يعني ماشي قصد يعني تحرش فعلي لكن بالألفاظ. خلينا نرجع لموضوعك أنت بالذات، حبيت نسألك مع بعض الأسئلة يمكن يعتبروا خصوصية. يعني أنت حصلت عندك قناعة في عمر معين أنك مستحيل تعيش في الجزائر ومستحيل أنك تتزوج يعني جزائري. أنت تعرف سمعت بالقانون اللي في تونس نتاع اللي يحبوا يطبقوه في تونس حول حرية المرأة التونسية للزواج بالغير المسلم، فهمت؟ احنا قبل كنا في تونس كما في الجزائر نظن يعني
كي تجي واحدة معناتها باش تتزوج غير المسلم لازم يدخل في الإسلام وتوقع الطهارة وكذا وكذا. وهذا طبعا الخبر اللي انتشر في العالم بين قوسين الإسلامي، حتى أن بعضهم طلبوا انسحاب تونس من جامعة الدول الإسلامية. أول حاجة ساعتيني رأيك في هذا القرار، شنو رأيك فيه؟ هو يعني قرار إنساني، يعني حتى يعني كما قلت أنا من قبل في حلقة أخرى مع أخوي أحمد حقان، أنه نخجل أصلاً أنه نقول في 2017 أنه هذا وين وصلنا إلى هذا الأمر. يعني هي الدول الإسلامية التي تأخذ من دستورها من الشريعة دول عنصرية بالدرجة الأولى، هذه لا تسمى شيء غير العنصرية. ما يعني مسلم وغير مسلم؟ يعني هو أقل درجة من المسلمين؟ نعم هو أقل درجة من المسلمين يعني في نظرهم، في نظر الدستور لا يحق لك أن تتزوج في بلدنا، لأنك أنت كما يقولوا بالألمانية أنت منش، أنت رجل إنسان من الدرجة الثانية، نقطة إلى السطر. ولكن هنيئا لتونس بهذا، رغم اللي وقع نقد كثير في الجزائر يعني حول هذه المسألة، حول هذه النقطة ومسألة المساواة في الميراث، وقع نقد كثير ونقاش وإعلام ومعناتها تونس دولة كافرة وتونس يحكموا فيها نساء وتونس كذا وكذا. شنو رأيك على ردة فعل الشعب الجزائري اللي هو يجي معناتها أقرب منطقة سياحية يجي ويلقى فيها الحرية ويتنفس الحرية ويتمتع بكل شيء هي تونس؟ شنو رأيك يعني أنت معناتها في ردة فعل الشعب الجزائري حول هذه المسألة؟ يعني الشعب متخلف جدا، الشعب الجزائري مع الأسف الشديد من أكثر شعوب دول إفريقيا تخلفا، من أكثرها لأني أنا أعرفهم جيدا. طبعا ماذا نتوقع منهم؟ يعني هم شعب متأسلم، خلينا نقول ليس مسلم، متأسلم بدرجات يعني كبيرة جدا، متأسلم جدا جدا الشعب الجزائري، خاصة في السنوات الأخيرة، العشر سنوات الأخيرة زاد عليهم الحال كثيرا كثير كثير، أصبح التدين يعني يا تدين يا لا يوجد حياة، لا يوجد مجال للحياة لو أنت غير متدين، تفرض عليك يعني، وكمرأة كما قلت تفرض عليك الحجاب، ولو لم تلبس الحجاب ستسمعين من الشتائم من السبائب ومن التحرش يعني بدون حساب. حطي الورقة وافتحيها، خلي يعني عيشي حياتك في كما نقولوا تحت الضغط، يعني تحت ضغط المجتمع. أقول إذا أنت معناتها طبعا أنت مع القرار هذا؟ طبعا أكيد، يعني هنيئا لتونس أنها أصبحت دولة حدثية من الدول المتحررة، يعني الدول الحديثة على الأقل، أول خطوة للحدث. هاي. أول خطوة من الخطوات. أنت قلت لي نحب نعرف علاش قررت يعني ما تعرسش بجزائري أو حتى شمال إفريقي، نظن أنت قلت لي حتى شمال إفريقي يعني من خلفية إسلامية، من خلفية إسلامية ما تعرسش. أعطيني الأسباب اللي خلاتك تقرر أنك ما تعرسش من إنسان مسلم أو من خلفية إسلامية وإن كان ملحد، صحيح ولا؟ نعم يعني ولو كان ملحد، نعم حتى وإن كان ملحد، أعطيني الأسباب، حب نعرف علاش. الأسباب واضحة وبسيطة، أنه الرجل الذي يولد بهذه الخلفية الإسلامية الشمال إفريقية مانيش عارفة، منذ الصغر يعني منذ عمر أظافره وهما يزرعون في رأسه هذه السموم، أنك رجل وهذه أختك بالبيت أقل منك درجة، يجب أن تضربها أو تخبئها أو مانيش عارفة. يعني العقلية هذه التي ينمو عليها الإنسان صعب كثير أنه يغيرها، من المستحيل. سواء أنا في نظري الرجل الشرقي بصفة عامة خلفيته إسلامية، أنا مستحيل أرى نفسي مساوية له كإنسان، أعلم دائما أنه في داخله مهما كان متفتح سيبقى ينظر إلي أنني أقل درجة منه، أنا أعلمها جيدا. حتى لو كان قل أكيد يعني كيف تقولوا إلا من إلا من رحم ربي، رحم ربي
من أجل يعني القلب، لكن هذا الصغار في السن مستحيل. لا يعني انت معناتها، لكن معناتها ما ننكروش اللي فما معناتها في شمال افريقيا ومن هم ذو خلفيه اسلاميه واصبحوا ملحدين ووصلوا الى درجه من الانسانيه، ولا يعاملوا المراه معامله انسانيه. متفقه معايا هناك؟ هناك، لكن اقول في نظري انا الاقليه، اقليه ثقافه الانسان مستحيل يغيرها كاملا، مستحيل. اي لكن فما حتى انت نفسك من خلفيه اسلاميه، حتى انت ما كنتش تنحي بعض الطبايع نتاعك الإسلامية. أكيد أكيد، لكن أنا ما فيش طبع إسلامية بطريقة تاع الرجل، يعني أنا لا أنظر إلى نفسي أني أقل درجة من الرجل مثلا. يعني تشوف نفسك متساوية أنت والرجل، يعني الرجل والمرأة هم إنسان قبل كل شيء. بالضبط، وحتى المرأة فيها يعني إيجابيات في مرات كثيرة أكثر من الرجل، لأن هي مخطط، هي مثلا في الزواج والطلاق هي من تقرر، يعني لا يكذب عليك فيها شخص يعني. طبعا في كل علاقات هي تقرر كل شيء، تحب تطلق رجل تطلقه، حتى لو لم تحب، يعني هي قاعده تدير وتعمل في اشياء اللي كانت تجعله يطلقها. كل شيء في المراه هذا واضح، معناتها حتى معناتها ديما انا نقول مثلا بعض الاشخاص يقولوا لي معناتها نلقاو مشاكل مع النساء كي نحكيو معاهم، قولوا لهم ما تكسروش رواحكم، فهمت؟ ما تجريوش وراء النساء، راهي امراه كان عجبتها تجيبك. ايه بالضبط، فهمت؟ يعني مش لازم تقعد تتكلم في هذه وتتكلم في هذه، لازمك انت كرجل تختار من بين النساء اللي اختارتك. واحده تقول لك لا لا راهي المراه مش كيما الراجل، فهمت؟ المراه تعرف شنو تعمل، فهمت؟ نعم، في والمراه كان تحب راجل مهما كان تحب تجيبه وتجيبه، فهمت؟ اذا نقول لهم ما تكسروش رواحكم باش تقعدوا تجريوا وتبزنسوا، لا 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 اقعدوا رايدين على رواحكم، تو يجيوكم ياسر تعجبهم انت، وتو انت وقتها اختار من بيناتهم. باهي نرجعوا للمساله، لو نسالك سؤال خاص، لو لقيت انسان معناتها شمال افريقي او ذو خلفيه معناتها من اصل اسلامي ولكن هو ملحد ولكن يحترمك كامراه، هل تفضله على الغير خلفية إسلامية ويحترمك كمرأة؟ ديما تبقى تفضل هو؟ نفضل الأجنبي أكيد. ديما تفضل الأجنبي؟ ديما. يعني أنت ما أنت عندك هواية للأجنبي؟ لا أنا مش عندي هواية للأجنبي، أنا أفضل. هاني قلت لك جبت لك زوز كيف كيف هذا. خليني نكمل لك. أنا هذاك الإنسان الأجنبي نعرفه أنه في داخله ما عندوش عقد، اوكي، الاخر من خلفيه اسلاميه يمكن يمثل لي انه ما عندوش عقد، يمكن. لا ما نحكموش بالنوايا، هذا انسان يحترمك، يحترمك وقت نجيو يا سيدي نوزنو هو وال والدجاجه نوزنوه نعملوا له تيست بسيكولوجي، فهمت؟ نلقاوهم اللي عندهم نفس التفكير في احترام المراه، شكون تختار؟ شكون تفضل اكثر؟ انا نفضل الاجانب. اي يعني خليني قلت لك انت عندك هواية نحو الأجانب، ما تحبش واحد من نفس الثقافة متاعك، فهمت؟ اي معناتها تفضل إنسان راهي هذه في بالك. اللي هناك فما دراسات رانيا تقول إن المرأة أو الرجل اللي يفضل إنسان يعرس به ولا يعمل معه علاقة، فهمت؟ أسرة ولا حاجة، فهمت؟ من غير الثقافة بتاعه عنده سببين، فهمت؟ يا أما السبب الأول إنه يحب يبعد عن المجتمع بتاعه ويحب ينسى، يعني يحب يبدأ حياة جديدة، ما عادش يحب يفكر معناتها خطر يعرس بنفس الثقافة بتاعه، ديما يبقى يتذكر، ديما يعيش المجتمع بتاعه. اللغة أصلا يهدرها في الدار ما تروحش، يعني شيء طبيعي، فهمت؟ لكن فما سبب آخر أيضا يقول لك اللي الشخص اللي معناتها اما يحب يهرب يعني من المجتمع نتاعو والثقافه نتاعو، او انه انسان ما يحبش يعني الطرف المقابل يفهمه، خاطر كان باش تاخذ واحد من نفس الثقافه نتاعك باش يفهمك ديريكت، يعني نوعا ما هو هروب من عقد هو عنده باش الشخص الاخر ما يفهمهاش. اعطيني رانيا تعتبر روحها يعني من الناس اللي هاربين من المجتمع نتاعهم
ولا من الناس اللي يحبوا يخبيوا حاجة على الطرف المقابل. لا لا أنا ما نحبش نخبي أي حاجة من الطرف المقابل أبدا، لا مع مسلم لا مع غيره. لا يعني معناتها الخيار متاعك كان هروب من مجتمعك. أكيد هروب من الثقافة كاملة كما هي. لو لم أتكلم العربية يعني إحنا عندنا التكنولوجيا اللي نأخذ نتكلم كل يوم مع العائلة بالإنترنت، لكن من قبل كانوا الناس لما تروح تهاجم مثلا في السبعينات عندك باك تليفون تتكلم معاه مرة في الشهر، يعني حتى اللغة ذاك تبدأ تنساها. هذا هو أنا اللي كنت حاب نعمله، يعني ننساها أصلا اللي نتكلمها. أي قصة إنترنت مش تنساها، أخطاء إنترنت ما نقدرش. هذه إدمان. أي إدمان. إدمان كنا مدمنين على إنترنت فهمت. خلنا معناتها نرجع للنقطة هذه، يعني نقطة يعني معناتها راهو هو العلاقات بصفة عامة معناتها سواء الإنسانية سواء معناتها العلاقات العاطفية ولا غيرها، كل واحد عنده الشواء متاعه، كل واحد عنده خيار، وما نجموش كل واحد مثلا عنده الحاجة اللي يحبها. خليني نسألك سؤال آخر في نفس هذا الموضوع، ما تحسش روحك مع الشريك متاعك اللي هو ما يحملش نفس الثقافة متاعك إنك حاجة ناقصتك؟ لا، لأنه أنا نحب نكون من هذه الثقافة، نعشقها، نحطها هي على المقام الأول، ثقافتي الجديدة. ما نحط ثقافتي هي المقام الأول، نحط ثقافة لهذا المجتمع اللي نعيش فيه رقم واحد. وسأكون فخورة جداً عندما أحمل الجواز سفر تحمل. يعني نجم نقوله هو طبعاً اختيار الثقافة أو اختيار الهوية هو حق من حق أي إنسان. بالنسبة لي أنا شخصياً كل إنسان ينجم، يعني مش على خاطر أنا تولدت تونسي يعني لازمني نبقى تونسي، عندي الحق نولي ألماني نولي هولندي نولي فرنساوي، هو حق من حقوقي. كيما نحب نبدل اسمي أو نبدل جنسي أو نبدل أي حاجة، هذا حق من حقوقي، ولا نبدل جسمي، هذا حق من حقوقي. نفس الشيء الهوية معناتها عندك الحق تبدلها. هل معناتها رانيا لو مثلاً اندمجت بالفعل في المجتمع اللي هي عايشة فيه، هل تتخلى كلياً على هويتها الأصلية أم تفضل أن تكون تترك الهوية القديمة؟ الهوية القديمة مستحيل تتركها كلياً، مستحيل. أولاً بلدي لا تنزع عنك الباس. لا شعلينا احنا شعلينا في البلد والقوانين، انت كشخص قصدي يعني هي حتى معنويا مستحيل انسان يتخلى عن طفولته. الطفوله هي بصمه الانسان مدى الحياه، يعني الثقافه اللي كنت عايش فيها كطفل هي هويتك. اكيد فيك تتعلم كم من لغه. انا حبيت نضيف ايضا انه علاش نحب يعني هالتغيير هويه وهروب من مجتمعي وهذا هروب يعني فكريا ومعنويا، هي انه كنت نحب اللغات الأجنبية بالزاف وأنا صغيرة في السن يعني عمر المراهقة، وكنت كل ما نتعلم لغة جديدة كنت نتقن الإنجليزية، هي أول واحدة تعلمتها مليح، تلقى نفسك بحرت في عوالم جديدة، يعني دخلت في ثقافة أخرى وتبدأ تحب هذه الثقافة، لأنه إحنا ثقافتنا هذه الإسلامية ما أعطتنيش أشياء جيدة في الحياة. لقيت نفسي مع الفكر ومع العلم ويعني فتحت أمامي أبواب كثيرة، هي اللغات الأجنبية. أنا نحب اللغات الأجنبية ونحب نتكلم مع ناس باللغات الأجنبية، لأنها ما يقدرش يفهمك واحد يتكلم لغة فقط. شو قصدك يعني أنك تبحر في عوالم أخرى بلغات أخرى؟ مثلا لو تحل كتاب بالفرنسية واحد ما يتكلمش الفرنسية كيفاش راح تترجم له مثلا كي تقرأ شعر؟ أنت تحس به لأنك تعرف هاللغة، فهمني، اللغة الثانية تاعك. إحساس جميل، أنا أحب هذه الأشياء، أحب تعرف على ثقافات وتعلم لغات بزاف من منذ الصغر. نحب نسألك سؤال جاني على البال الآن، هو هل معناتها أنت اندماجك في الثقافة الجديدة، مثلا نضرب لك مثال، ما هي الثقافة الأجنبية اللي عجبتك واللي تلقى روحك أقرب ليها باش تندمج فيها؟ الثقافة الأمريكية. الأمريكية؟ لماذا؟ لأنها مبنية على الحرية وعلى مبادئ جميلة جدا، مبادئ رائعة. أمريكا عظيمة جدا أكثر وعظمة من أوروبا بكثير. أنت تشوف اللي أمريكا أعظم فكريا، فكريا فكريا أتكلم على مبادئ بنائها. الشعب الأوروبي لم يعد لديه مبادئ كثير،
مبدأه الوحيد هو الدولة، يؤمن بالدولة. لا، لكن أمريكا تؤمن بالإرادة الحرة، تؤمن لكن بالفردية، هاي تتسبب بالفردية، ما بالفردية. هم خطر يعتمدوا أن سعادة المجتمع من سعادة الفرد. لكن سامحني، القوانين الأوروبية متطورة، مثلا خاصة مثلا ألمانيا أو هولندا أو الدول الأوروبية، يعني في القوانين الإنسانية متطورة جدا على أمريكا، اللي هي تعتبر معناتها أمريكا أول حاجة دولة إمبريالية، يعني عندها نية غزو العالم والتوسع وفرض قيودها الاقتصادية والسياسية على حساب الشعوب الأخرى، وهذه سياسة إمبريالية مرفوضة أول شيء. ثاني شيء معناتها هناك قوانين مثل حكم الإعدام وغيرها اللي موجودة في أمريكا، ومنها أيضا أن المجتمع الأمريكي لو تمشي تعيش مع صحيح فما طبقة مثقفة وطبقة سياسية هي اللي ماسكة البلاد، لكن وقت تعيش في المجتمع الأمريكي تلقاه شعب يمكن تقول له الجزائري يقول لك ما نعرفهاش فيه. شنو ردك يقول لك هكا على أمريكا اللي أنت ما تتفكر فيها؟ أمريكا على بالي دولة إمبريالية وسياستها الخارجية، يعني حدثوا لها حرج حروب التي قامت بها يعني في السنوات الأخيرة، يعني يندل لها الجبين. لكن أنا ما دخلي بالسياسات الخارجية للدول، لا أعطينا القانون الداخلي. يعيش في أمريكا هي ما يهمني يعني كشخص يعني. خلينا أمريكا بالنسبة للقوانين متاحة تعتبر أكثر القوانين تخلف بالنسبة للدول المتحضرة، يعني مثلا أنا لا أراها بهذا المنظار داخل المجتمع. نعم في رأسمالية، لا غير الرأسمالية، أنا نتكلم فيك على القوانين الإنسانية مثل عقوبة الإعدام. هي مش في كل المناطق، في بعض طبعا مش في كل المناطق صحيح، ولكن معناتها موجودة عقوبة الإعدام موجودة، وهناك قوانين أخرى داخل المجتمع الأمريكي، يعني بعيد كل البعد عن الإنسانية. وما تنساش حاجة أخرى، النظام الاجتماعي، يعني مثلا في ألمانيا ولا في هولندا ولا في الدول الأوروبية، يعني هناك يعني في أمريكا كما تخدمش ما تعيشش. نعرف، اسمعني كريم خويا، أمريكا أنا في شانتاري أنه هو صح نظام غير كامل، لا يمكن نحقق الكامل إحنا كبشر في نظري، دائما في بعض السلبيات في أي نظام في المجتمع، أي نظام بشري. لكن أوروبا ستذهب إلى الهلاك لو كملت على هذا المنوال، مبنية غلط. يعني كيف أن الدولة تأخذ ضرائب الناس وتعطيها الناس غيرهم؟ يعني وكاين ناس تتقاط يعني من هذه الأموال الاجتماعية، يجيب أولاده ما نعرف منين يأتي ويجيب يديه 20 طفل هو مسلم باللحية ويتقاط على الأموال الاجتماعية. يعني الدول قاعدة تدير في غلطات كبيرة، يعني السويد ستنهار عن قريب مثلا، نظامها المال انتهى، سينتهي مال الدولة يوم ما. يعني سياسة غير كاملة في أوروبا أسوأ من في أمريكا. في أمريكا صعبة الحياة، لكن هذه هي الحياة، الإنسان لا يعني لا يعيش بالسهل. أنا ضد أنه الإنسان يعني قاعد ويمونجي، قاعد جالس بالبيت ولا يشتغل ويعطيه أموال، يا حبذا إذا كان مريض مثلا. لكن أنا ضد هذا الشيء، يعني أنا مع فكرة أنه شخص يخرج يعني يشتغل ويجيب قوت البيت بعرق جبينه. أنا من هؤلاء الناس. طبعا أنا نقدر وجهة نظرك، يعني أنت أكثر شيء مع أنت تؤمن بالنظام الليبرالي، يعني النظام الليبرالي اللي يعتبر الدولة تكون الدولة تكون صغيرة، يعني تهتم بشؤونها بك وتعطي حرية الأفراد، ما تفرضش عليهم ضرائب كبيرة. يعني أنت تؤمن يعني اللي الدولة يكون السلطة بتاعها محدودة وتعطي أكثر سلطة للفرد. بالضبط، طبعا هذه وجهة نظرك، طبعا أنا مانيش قاعد نناقش فيك ما هو الصح والخطأ، أنا معناتها الفيديو هو الهدف أن نعرف ورانيا، مش باش نقول أنا رأيي، فهمت؟ يعني مانيش نناقش في المسألة هذه. نرجع للموضوع، معناتها المجتمع الجزائري أو المجتمع الشمال الإفريقي بصفة عامة، أنت هل تنصح المرأة اللي في المجتمع متاعنا أنها تعمل كيفك وإلا لا؟ أنا ننصح أي مرأة يعني بالخصوص ورجل أكيد، أنهم خاصة الشباب أنهم يتحرروا في فكرهم أول شيء، أنه يعني بعد يتحرروا طبعا. أنت طبعا عن تعرف اللي هناك أزمة يعني في شمال إفريقيا في مسألة أنها
عدد اللادينيين من رجال أكثر من عدد النساء، وإن اللادينيين ما يلقاوش يعني شكون معناتها يربطوا علاقة أو عرس أو زواج، على خاطر أكثر اللادينيات تفكر لك أنها تعرس بواحد أجنبي. إذن الملحدين شكون معناتها أو اللادينيين شكون بقالهم باش يعرسوا؟ شنو باش يعمل؟ هل الملحدات يمشيوا يعرسوا بأجانب؟ فهمت؟ والملحدين شنو يعملوا؟ أعطيني حل. أش بزاف يعني نساء من خلف إسلامية تزوج بأجانب، هي خلة قليلة. لا موجودة، موجودة كثير، أكثرهم يفكروا هكا. فهمت؟ يفكروا بس ما يلقاوش، يعني هي بنفس الصعوبة، يعني أنه رجل من خلفية إسلامية يلقى وحدة أجنبية نفس الصعوبة. صعيبة؟ لا أصعب، أصعب. يمكن أصعب للرجل. يمكن امرأة من خلفية إسلامية لا دينية أسهل لها باش تتزوج بأجنبي يعني أكثر من الراجل من خلفية إسلامية. يعني الملحدين أو اللادينيين في شمال إفريقيا ما عندهمش نساء، فمش نساء يعني مجبورين ياسر منهم باش يعرسوا بمسلمين. فهمت؟ على خاطر أكثر اللادينيات يا ما هما ما يحبوش يقولوا وما يحبوش يقولوا اللي هما لادينيين باش ما معناتها ينجموا يعرسوا بمسلم. وساعات نعرف ياسر أنا منهم اللادينيات ومتحجبات وهما ملحدات وعرسوا بمسلمين. فهمت؟ والبعض الآخر قرر أنه يعرس بأجنبي. إذن معناتها أنت حسب رأيك، يعني هذه وجهة نظرك طبعا، أنت كشخص أنك تفضل أجنبي، هل تنصح نفس هذه الفكرة لنساء اللادينيات في شمال أفريقيا؟ أنا ننصح يعني أي شخص يعني في نقطة الزواج، كل شخص يتزوج شخص اللي يتفاهم معه سواء كان أجنبي أو غيره. أنا ما نحطش يعني نقولوا الخطوط أو الأسماء، لا، أي شخص تتفاهم معاه أفكاركم وتكونوا صادقين مع بعض من الأول، يعني ما هو هدفكم من هذه العلاقة، وتكونوا كناس يعني تحبوا العيش مع بعض، عيشوا مع بعض وتزوجوا شيء. لكن أنك تتزوج واحد لأنه هو ملحد أو مانيش عارفة أو مسلم، لا، هذه كلها يعني كيف نقولوا، نعرفها بالإنجليش ليبلز، يعني مسمينها أسماء محطينها في خانات، خانة كذا وخانة مسلم. لا، أنا في نظري زي كما نقول مثلا واحد مسلم أو مسلمة، لو عجبك واحد أجنبي علاش لازم يكون مسلم؟ لو أنت وهذا الشخص متفاهمين وتحبوا تقعدوا مع بعض، ما هو المانع؟ الدين لازم يكون هو المانع أو لا دين لازم يكون هو المانع؟ يعني أنه هذا قرار شخصي، وهذا الشخص اللي هتختاره هتطول معاه ونجيبوا أطفال، يعني بناء للمجتمع لازم يكون قرار سليم، يعني لازم يكون الفردين متفاهمين جدا. سامحني رانيا، يعني هنا حسب ما فهمت من الكلام اللي قلته، يعني انت ما عندكش مشكلة انه واحد ملحد ولا واحدة ملحدة يعرس بمسلم او بمسلمة؟ عنديش مشكلة، لا. ولكن تعرف اللي فما مشكل كبير هذا، لان المشكل مش في البداية، المشكل عندما ينجب اولاد. تصور مثلا يكون الطرف المقابل مسلم، فهمت، وتجيب اولاد، مثلا تجيب ذكر مثلا وليد، فهمت، لازم يتطهر. شلي يتطهر؟ الطهارة تعال، هذه راهي شيء ما في حق الطفولة، يعني لازم هذا الكوب، يعني هذا المرأة أو الرجل يتفهموا، يعني الطرف المؤمن أنه بحقيقة ما هو الختان أصلاً، يفهم هذا الطرف الثاني أنه هذا هو جريمة في حق الطفولة بالعقل، فهمه، قلوا أنا ما نعملش هك. إيه عاد هذا الطرف المقابل، أسمعني، الطرف المقابل هو دجاء معناتها الإسلام واضح في هذه المسألة وآيات قرآنية، المشركون للمشركات والمؤمنون للمؤمنات، فهمت؟ يعني ما فماش زواج من بين، يعني هي ساعة الشخص المسلم اللي يتزوج ملحد ولا يتزوج غير مسلم تعتبر هي خرجت من القواعد اللي حطها الإسلام النجم نقوله الرسمي، وتزيد ما تطهروش. فهمت؟ شنو بقالها من الإسلام؟ شنو بقالها؟ يعني هذا الرجل مثلا لو كان هو رجل وهي تحب الطهر وده يمكن يديهمنها بالقانون، يعني نعرف أما معناتها هي المسلمة هذه أو المسلم تصور مثلا واحد مسلم متعرس بوحدة مسلمة متحجبة، أوكي، مسلمة تصلي وتشوم وكذا وعادي وكل، يعني كان باش تنحي لها الطهارة
وهي ديجا متتعرس بملح تعتبر كافرة على حسب الإسلام الرسمي. إذا هنا مشكلة ورطة يعني، فهمت؟ يعني ليها لازم هي تحضر عقلها، مشكلتها هي اللي عاملة قيود نفسها ولا هو اللي عامل قيود نفسها؟ الإنسان الدين، الدين هو اللي عامل القيود، المشكلة هو حر يعيش في قيوده لكن ما يفرضوش على غيره وحتى على أطفاله. يعني أنت تشوف معناتها اللي المعتقد الديني لازم يكون معناتها لا يتعدى الشخص فقط، كل واحد حر في نفسه. أنا في نظري يحب يقطع ودنه ولا منش عارفة يد ورجل، هو حر يحب ينتحر لو حب، أمر يخصه، لكن يفرض أشياء على عائلته خاصة على أولاده. هذه يعني حتى يعني الختان حاول يعني شفت بزاف عليها كتب، قريت عليها كتب وشفت دوكيومنتاسيون، يعني كارثة كارثة الحياة الجنسية لهذا الإنسان من بعد، كارثة. يقضيه على 50% من القدرة الجنسية عند الرجل. نعم الختان يقضي على أكثر من 50% من القدرة الجنسية والشهوة عند الرجل. إيه مش غير قدرة الجنسية، لا في مشاكل بزاف يعني. نعرف نعرف. تيجي تشوف في الأخير حبوا يعملوها هما عند اليهود أو منش قبل، منش عارفة إذا كان قبل اليهود كان في ختان، لكن اليهود هما جاءوا بالختان. كله أمر تجميلي يعني. هو ما كانش هدف طبي أصلاً من وراء، ما لا يوجد. هو أصلاً الختان كان معناته إفريقي يعني، والمصريين خذوه معناته ك. من بعد اليهود أخذوهم المصريين واليهود عدوه الأخرين وكذا وكذا. المهم حبيت أنا نسألك معناتها سؤال يمكن يكون شخصي، معناتها ما نعرفش كيف تنجم تجاوب عليه، معناتها ديما نسأله للبنات اللي معناتها متزوجين بأجانب خاصة مش مختونين، ما هو أفضل بالنسبة لك، هل العلاقة الجنسية مع مختون ولا غير مختون؟ هي أنا هذه يعني معروفة يعني طبيعية هي أهم شيء، لأنه كما يعني المسلمين لا يفكرون بعقولهم، ما دام هذا ربي اللي تؤمن خلقك هك، علاش تروح تبدل من نفسك؟ يا أخي ما يقول لك حتى الحواجب كي تقسمهم أقصد تدير في وشم وتغير في خلقة ربنا، هاي هذه خلق يعني يكون جهاد ربنا اللي تهدوا عليه انتوما. حب الانسان يكون ماهوش مختوم يجيبه ماهوش مختوم، يعني هو ما عندوش القدره هذا الاله ولا واش اكيد يعني هذه قوس، لكن كي نرجعوا للبيولوجيا اكيد طبيعيه هي احسن شيء، ما فيهاش كلام للمرأة او للرجل في العلاقه الجنسيه، ما فيهاش كلام بالفعل. مشان هيك يعني الرجال تاع العرب وتاع المسلمين عندهم مشاكل ونساء ما يحبوش يقطعوا معاهم، يعني كارثه هذه الختان، كارثه عظمى، لانه المراه ما تستمتعش بالجنس كي تعود كراجل مش مختوم، هيك عود مختون عفوا. بالفعل بالفعل هي تقريبا حسب دراسات ان في المجتمعات الاسلاميه 80% من النساء ما يحصلوش على اللذة الكاملة مع رجالهم. لماذا؟ لان الختان يسبب سرعه القذف ويسبب العصبيه والعنف، وبعض ما يسمى يقال على انها الاوروبيين يحبوا المختونين ليس صحيح، الاوروبيه اللي تحب المختون هي الاوروبيه اللي تحب العنف، فهمت؟ لان معناتها واللي هي كيما نقولوا احنا تحب معناتها العنف بتاع الشمال الافريقي او الاوروبي، او تحب العنف بتاع الشمال الافريقي ولا الافريقي ولا غيره. المهم يعني هي صحيح معناتها هذا تبديل لخلق الله، لو فرضنا ان هناك اله يعني الختان يعتبر معناتها مصيبه زرقاء وهو يعتبر اعاقه، فهمت؟ للطفل، وهذا أكدت عليه أنا في كثير من الفيديوهات، وهي أكبر جريمة بغض النظر على الإعاقة، لا يحق لك أن تلمس طفلاً. إيه يكبر يعود 18 سنة هو حر من قبل، يمشي هذا تعدي عارف. على حقوق طفل، تعدي على حقوق طفل. مع أنا تعرف أذهب أكثر من هذاك رانيا، أنا ضد أنك تجيل طفلة صغيرة تنقبلها وابنها. يعني طفلة عمرها 7 سنين ولا 6 سنين تجي تنقبلها وضنها وتقول معناتها هذاك عادات والتقاليد، خليها هي تنقب وضنها كان تحب، ما عندكش الحق تمثلها بدنها، هذاك أمانة عندك أنت حتى هي تبلغ بعد هي تتصرف في البدن بتاعها كما تحب. يا نعم أنا معك في أنه
الأطفال يعني في جريمة في حق أنه يغير لهم شيء من جسمهم، لكن حكاية الأذن وما الأذن يعني شيء بسيط يعني. لا ما هوش بسيط، مسألة المبدأ. أنا أشوف أنه بسيط جدا يعني. لا ما هو مسألة المبدأ. لأنه الأذن يعني هذا كما نقوله اللحم يرتاح في ساعة يعني، لو عملت هيك فتحت أذنك يعني بعد يومين خلاص ما في جرح. أي نعرف، أما يعتبر معناتها يعتبر زاد هي مسألة المبدأ يعني، ما تمسش بدن ولدك المبدأ أكيد ما تمسوش، ما تمس له حتى شيء، تولد هكاك خليها هكاك وقتها يكبر يدبر راسه. نرجع للموضوع متاعنا، نرجع للمجتمع الجزائري. هل عندك أمل إن معناتها المجتمع الجزائري، طبعا قبل ما نحكي على المسألة هذه، متفق معايا إن هناك طبقة لا دينية ومثقفة جزائرية تكبر يوم بعد يوم، والدليل اللي أنت بيدك لا دينية، متفقة معايا ولا؟ جزائرية موجودة ما نظنش شريحة كبيرة، وحتى لو موجودة حتكون أكيد عايشة بالخارج، موجودة بالخارج يعني، أو موجودة بالجزائر وتخاف تتكلم، واحدة من الاثنين. احنا نعرف اللي بعد ما يسمى بين قوسين الثورات، فهمت، الثورات اللي قامت في تونس وغيرها، ان مساله ما يسمى خاصه بعد ما وقع مع حكايه داعش وكل شيء، ان الفكر اللاديني والنفور في تونس، في المغرب، في مصر، في سوريا، في العراق، في الخليج، النفور من الاسلام معناتها بطريقه غريبه جدا. تنجمش تعطينا فكرة هل الجزائر مع توقع فيها هذا النفور من الإسلام بعد ما يسمى الثورات، أم بالعكس العودة للإسلام؟ يعني هي تصير عكس العالم بين قوسين الإسلامي. هو الجزائر ما صارش فيها ثورات وما أثرت جدا، لا يوجد تأثير أبدا على الثورات اللي يسمى بالربيع العربي بين قوسين. ما احنا تأثير كما قلت لك بدأ من نهاية الثمانينات بأسلمة الشعب، بدأت من نهاية الثمانينات، أصبح الشعب متدين أكثر من قبل الثمانينات، أو في الثمانينات في بدايتها أقل بكثير. إحنا بدأت التأسلم في نهاية الثمانينات، ويعني في بعد سنة 2000 كثرت أكثر، بدأت النساء تتحجب كل يوم لأننا أفغانستان أو ما نشعركم. سؤال متاعي رانيا، هو أنا قلت لك إن في العالم بين قوسين الإسلامي سيختوم عندها خاصة في تونس والمغرب ومصر، هناك نفور من الإسلام، هل في الجزائر هناك نفور من الإسلام أم العكس؟ في الجزائر لا يوجد نفور من الإسلام، لا العكس. يعني أنت تقدر نسبة اللادينيين أو الخارجين على الإسلام في الجزائر أقل بكثير من بقية الدول؟ أقل بكثير يا حبذا لما يكونوا في الخارج. يكونوا في الخارج نعم، في كثير لادينيين في الخارج، وحتى مسلمين متفتحين في الخارج، أما في الداخل لا. في الداخل لا، لأنه حتى لو كنت يعني ملحد أو ربوبي أو شيء ما تحكيش، ما كانش يعني دراسات تقدر توثق هذا الشيء لأنهم يخافوا يتكلموا. لكن هل هناك مجموعات معناتها سرية تخدم أم؟ لا لا لا، أنا عمري ما سمعت بهيك شيء. لا معناتها هذا شيء يعني محزر وفي الحقيقة يعني خطير جدا، خاصة الجزائر يعني موقعها في شمال إفريقيا هو موقع مهم جدا وكبير جدا، معناتها ولو حتى المغرب وتونس وليبيا ومصر معناتها قاعدين يتجهوا نحو أكثر انفتاح، بينما الجزائر قاعدة تمشي عكس التيار. هل ترى هذا يشكل خطر على الدول المجاورة للجزائر أم لا؟ مثلاً نضرب لك مثال تونس، وحسب ما قلت لك يعني في بداية الفيديو إن هناك نقد للقرار اللي اتخذه بعد رئيس الجمهورية التونسي قائد السبسي حول المساواة في الإيراد وحرية المرأة التونسية للزواج بغير المسلم. هل تتوقع أن الجزائر تعتبر خطر على دول الجوار؟ لا، هي مش الجزائر في نظري هي التي خطر على دول الجوار. دول الجوار الخطر جاءها من السعودية، من الخليج الخطر قاعد يدخل، اللي هم أموال السعوديين والفضائيات، هاد الاثنين. لا
ما الجزائر عندها نفس الخصائص يعني في التفكير، لكن لا أظن أنها تأثر لا على المغرب، المغرب أصلا الحدود مغلوقة منذ التسعينات، وعلى تونس لا، الشعب التونسي مختلف كثير على الجزائر في ناحية أنه متفتح، ويعني شعبه قليل قليل جدا، يعني مجموعة، احنا كما نقولوا عاصمة هي تونس، احنا عدد سكان تونس قليل جدا، يعني تونس عندها خصائص أخرى مختلفة جدا عن الجزائر، لا أظن أنها تتأثر عليها. لا. وهل ترى أن تونس يمكن أو المغرب أو بعدها تأثر على الجزائر بشي يغيروا العقلية بتاعهم؟ وإحنا نعرف خاصة تونس، يعني نعرف اللي معناتها تقريبا ما نعرفش كم من 100,000 جزائري يجي لتونس كل سنة. الجزائري وقت يجي لتونس سياحة، أي ما يجيش يقول الجزائري في مخه وقت يجي لتونس ويزور تونس يقول ماذا بيا راهي جزائر كي تونس. يقول انا عندي افراد عائلتي راحوا للمغرب، مراكش سياحه في مراكش، يعني انا رحت لمراكش مرتين، رحت لاكادير، يعني المغرب هي اولتها، اول وحده في البلاد الاسلاميه اكثر من مصر في السياحه، عندهم فنادق يعني رائعه، وفي ضغط كبير للاوروبي عنده يروحوا كثير للمغرب، يحبوا المغرب بزاف. المغرب وتونس اكيد هم في نظري اتمنى انهم يعني يكملوا طريقه بالمغرب ايضا متفتح في الدول في العواصم الكبرى مثلا كما الدار البيضاء، متفتح كثير مقارنه بالجزائر زي العاصمه، احنا عندنا العاصمه هي فقط يعني اللي هيك شويه متفتحه، فيها طبقه متكلمه بالفرنسيه متفتحه، لكن احنا المناطق الاخرى كلها لا، لكن في المغرب عندهم السياحة، يعني هذه أهم شيء، يعني شعبهم متمدن زيكم أنتم متوانسة نفس الشيء، يعني السياحة موجودة، احنا الجزائريين طبعا هم لا يسمح بالسياحة، همج يعني شعب هائج مكبوت لا يعرف الغير لا يحترم الغير، والدولة سائبة، الدولة سائبة، احنا الدولة لا يمكن أن يعني تكبس على مجتمعها، لا يخافون من الدولة الجزائريين، لو جاء سياح يعني مستحيل يأتوا، خطر شعبنا، دولة تعنا هي عم بتحاول تكبس هاد العوامل، الأخير أنا كنت في الجزائر ما عنديش بزاف، عندي شهر الدولة موجودة، من كل تمشي بالسيارة 20 كيلومتر فيك الدولة واقفة كتير، لكنها ما عندها مش تعمل لك، تقعد في مناطق هيك بعيدة، حتى يعني الشعب الجزائري في طبعه هيك مندفع ليس متمدن، شعب بدوي، هذا هو نظري أنا في الشعب ثقافته. رغم اللي الجزائر يعني أنا مثلا زرت معناتها كثير من المناطق في الجزائر، يعني عندهم مناطق سياحية يعني تنحي المخ، يعني في الطبيعة، نعم في الطبيعة، الجبال، البحار، الصحراء، كل شيء موجود، فهمت يعني كل المرافق لأجمل معناتها فما انواع من معناتها الشواطئ اللي هي تعتبر ذهبيه، يعني مش موجوده في معناتها وكبيره وشاسعه الشواطئ في العالم كومش الجزائر، نعم ورغم ذلك لم يتم استغلالهم لان الدوله لا تريد او الشعب لا يريد السياحه، رغم اللي سامحني الدوله عملت في نظري السياحه الداخليه لا تهتم، انا حتى انا الدوله الجزائريه عملت ما يسمى السياحه الداخليه، لكن السياحه الداخليه حتى حد ما يمشي لها، يعني الكل يفضلوا يمشوا لتونس وما يمشوش للفنادق او المراكز السياحيه اللي بناتها الدوله، لانه غير موجود مراكز سياحيه، موجود فيما بعض المناطق بنيت في 30 سنه الجديده هذه، لكن اكثر من 30 سنه لا يوجد سائح، سو المرافق متدنيه جدا خدماتها، لا الجزائري ما يحبش يروح يرمي يعني امواله في اشياء هيك، يحب يروح لتونس، تونس بنفس المبلغ تاع المال، والفنادق في الجزائر من اغلى الفنادق في العالم ما بيت فيها بالفعل، اما فما مناطق يعني بناتهم الجزائر هي للسياحه الداخليه مش الخارجيه، فهمت يعني عملت كيما نقولوا احنا حدائق وتلاو وكذا، ولكن انا وقت مشيت لهم لقيتهم فارغين، ووقت دخلت لاحد الفنادق موجود في تلمسان وجلست يعني باش نطلب حاجه، بقيت تقريبا نص ساعه وانا نستنى في الشخص باش يجي، وليت قمت له
قلت له معناتها مش نشرب حاجة يعني ما جيتنيش. قام يصيح عليا قال لي استنى استنى قال لي استنى. سياحة في الجزائر من أسوأ السياحات في الجزائر، لا يوجد خدمات. يعني تصور معناتها أنا كليون يعني أنا زبون جاي لوتيل يعني مفخم أربعة معناتها أربعة أو خمسة نجوم، نجي نجلس ما يجينيش وتنكلم ويقول لي استنى. فهمت؟ وهذه الفنادق فارغة أصلاً يعني الجزائري يفضل يمشي لتونس ولا يمشي حتى بلاصة، يقعد في داره وما يمشيش للسياحة. يقعد في داره وما يمشيش للسياحة. أنت عندك أمل في الجزائر؟ كيفاش تشوف الوضع؟ كيفاش معك؟ النجم نقول وإحنا هل ترى حل عندك أمل في الجزائر أنها تتغير؟ شنو هي الأشياء اللي تخلي الجزائر تتغير؟ وإحنا نعرفوا على عبر التاريخ الجزائر كانت يعني النجم نقوله صحيح هي كانت متأخرة حتى في الاستقلال من فرنسا، هي كانت آخر من استقلت، ولكن الشعب الجزائري وقت يتغير يتغير دفعة واحدة. شنو رأيك في القولة هذه؟ هو أكيد العجلة اللي تدور تقدر ترجع للوراء، تقدر تتوقف على الأقل عجلة الإسلاموية والتطرف الديني. أنا في نظري الحل الوحيد هو ترك الدين، ترك الإسلام. الجزائر الجزائريين الشعب البسيط يترك الإسلام، ومن بعد نتكلم حتى على السياسة على شيء ثاني. أهم نقطة سوداوية في هذا المجتمع هو التدين بهذه الطريقة، التدين هذا الوهابي، لأن الجزائر ليست متجهة زي المغرب، وهي متجهة زي السعودية زي دول الخليج. أنا هك أراهم الشعب بسيط، أتكلم الفرد البسيط هك يعيش حياته، عايش حياته في القرون الوسطى. سامحني رانيا، هل أنت تنصح الشعب الجزائري أنه يتوجه نحو إسلام معتدل أو تريده أن يترك الإسلام كليا؟ إسلام معتدل أكيد، مستحيل يترك الإسلام، مستحيل. هذا يعني نتكلمه في الساينس فيكشن. مسلم معتدل يحب هذا الإسلام، يعني الإسلام متاعنا اللي تاع قبل متاع عمي وأمك وجدنا. بس هالعجلة ما تدورش دائما إلى الوراء، دوم دائما إلى الأمام. ماذا سيحدث؟ علامة استفهام مكتوبة على ورقة المستقبل، لا أحد يعرف. يعني ما عندكش فكرة شنو هو بش معناتها تعتبر سياسة معناتها الوضع في الجزائر؟ هو في الحقيقة أكبر المحللين في العالم ما فهموش السياسة الجزائرية، وما همش عارفين شنو المستقبل. شفت توا النجم نحلوا على تونس، على المغرب، على ليبيا، على مصر، على سوريا، على العراق، على اليمن، بينما وقت نجيو نحكيو على الجزائر تسأل أي محلل تقول له ماذا تتنبأ للجزائر يصمت. علاش؟ على خاطر الجزائر عمرها ما كانت عندها دولة في تاريخها جلا دامت أكثر من 50 سنة في تاريخها كامل. الدولة التي تأتي تسقط، فرنسا وطردناهم، كل 30 سنة لازم نعملوا حرب. درنا حرب مع فرنسا في الستينات، ما عدتش 20 سنة زدنا درنا حرب أهلية. يعني شعب ابن خلدون كما قلت لك سماها في كتابه المقدمة من أعظم كتبه البلاد السائبة، يعني لا يدوم فيها حكم. مشان هيك الشعب بقى همجي، يعني شعب ما ماشي كما المغرب. يعني المغرب مثلا ما حصلش فيها حرب، ما صارش فيها حرب منذ قرون وقرون. وتونس نفس الشيء، وقامت فيها حضارات زي في تونس قرطاج، يعني حضارات كبيرة، حضارة الحماديين في المغرب. لكن احنا في الجزائر ما دامتش دولة، كبتت شوية كما نقولوا غضب الشعب. الشعب دائما يثور، هذه طبيعة الشعب زي طبيعة طبيعة تاع الجزائر، طبيعة هيك طبيعة ثائرة كالثور. ثائرة كالثور، مش تتوقع شو راح يصير، مستحيل. إذا معناتها النجم نقولوا معناتها مستقبل غامض للجزائر، فهمت؟ لكن في نفس الوقت معناتها ما لازمناش نفقدوا الأمل. يعني نتصور أنا أنت قلت لي في الأول أنها سبب السياسة، هل السعودية لو السعودية سقطت الجزائر هتتغير. يعني أموال أسلمة. يعني أنت تشوف اللي الوضع في الجزائر مرتبط بالسعودية؟ رغم اللي معناتها نعرف علاقة السعودية مع المغرب ومع تونس أكثر من الجزائر. لكن الجزائر يبنيوا كتير مساجد كتير.
مقارنة بتونس وبالمغرب. يعني تعامل ديني مش تعامل اقتصادي أو تدخل عسكري أو غيره. إحنا الدولة، الدولة هذوك الناس يعني السلفيين اللي كانوا في الجبال يحاربوا في الدولة، لما نزلوا من الجبل قالوا أهبطوا من الجبل نعطيكم منحة. توا كيما نقولوا ما زالوا عطيهم في المنحة، سلفي كان يحارب في الدولة، عائلته كل يعني عائلات وعائلات. هذوك ما الكل ياخذوا في فلوس. إذا أنت لهذا معناتها لهذا السبب معناتها ما شفتش هناك أمل قريب، مش ما نقولوش معناتها ما فماش أمل، أما باش ما نقولوش ما فماش أمل بالكل، ولكن كي شفت ما فماش أمل قريب قررت أن تبني حياتك وتبدأ حياتك جديدة مع ثقافة أخرى، مع عقلية أخرى، مع عالم آخر، صحيح أم لا؟ بالضبط بالضبط. المهم رانيا معناتها بالفعل معناتها حكينا في ياسر مواضيع. المهم رانيا قبل ما نختم هذه الفيديو شنو تقول الكلمة الأخيرة، معناتها كلمة أخيرة للشعب الجزائري بصفة خاصة ولشمال إفريقيا بصفة عامة وللعالم بين قوسين الإسلامي بصفة عام؟ للشعب الجزائري بصفة خاصة نقولهم كونوا ناس بسيطين ولا تكونوا يعني لا تهتموا كتير بالدين، اخرجوا من قوقعة الدين، حاولوا تفهموا العالم من دار أوسع، وأدعوهم طبعا إلى التفتح وقبول الآخر وكفكم عن العنصرية تاع أنت مسلم وغير مسلم، فقط يعني كون ناس بسيطين زي ما كانوا جدودنا التي حاربوا فرنسا. يعني كاين كاتب مانيش عارفه شو اسمه، كاتبه فرنسيه ما نتذكر اسمها من هذا السؤال، كتبت في كتاب انه امها قالت لها لو تتحجبي انت راكي تخوني في جدودك الذي دافعون على ارضنا بدمهم، لانك بعتي نفسك الى السعوديه والى هذه الثقافه ولست من ثقافتنا، لست يعني الارض الجزائر راحت في شربه ميه كما نقولوا مع الاسلام، مع الاسلمه هذه الجديده تاع الوهابيين. الجزائر كانت مسلمة لكن كانت ناس بسيطة، كانت ناس تحب الحياة وتحترم الآخر حتى لو كانت جاهلة، لكن الجهل أعمق بكثير، الجهل هو 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 التطرف الديني، هو هو الهمجية الدينية التي يقوم بها المجتمع اليوم ضد المرأة وضد غير المرأة. أقول لهم يعني أتمنى لكم الخير وسوف نرى. أتمنى لكم الخير سواء لكم شمال إفريقيا كلها. أوكي. شكراً رانيا، وأحنا زادة نتمناو لك معناتها أنت مازلت شباب ونتمناو يعني أنك تعيش حياتك كما تريد، والحرية هي حق من الحقوق، أي إنسان له الحق أن يختار جنسه أو اسمه أو يبدل جسمه أو يبدل هويته، ولكن طبعاً كما قلت رانيا انك ما تنساش اللي انت شمال افريقيا، وهذا فخر لشمال افريقيا، واي انسان يعني متحرر فخر ان يكون لشمال افريقيا، لان الانسان الحر هو الانسان الامازيغي. شكرا رانيا وبسلامة.